التحدث مع الشباب على الانترنت يا اخوان هذا ما بيجوز يا اخوان. ودي بلدة الناس بيلقوا فيه متعة. اسيد كذا شوف محادثات رجل مع رجل او مرأة مع مرأة. تلقاها قصيرة مش؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف اخباركم؟ مشتاقين؟ تمام. بعديها كذا تلقى حاجات بسيطة. فده يا اخواننا ما بيجوز. دخلوا عرفتها؟ تمشي تزعل البنات ما بيفهم الدكتور قاعد، امشوا له مجموعة خليه يفهمكم. فدي يا اخواننا كلها من الخلوة، خاصة موضوع الانترنت ده، وده فيه تلذذ. تلقاهم قاعدين واتساب ولا غيره بالليل في الداخلية، تلقاه قاعد فوق، انا ما اعرف الشبكة ده ضعيفة ولا شو الشبكة بتاعت النوم، تلقاه شايل فوق وشغال واتساب وغيره وغيره، ويتكلم ويتونس. وده يا اخواننا من التلذذ. الانسان بيلقى فيها متعة ولا ما بيلقى؟ بيلقى متعة. فده يا اخواننا حرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: والعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السماع. فما بيجوز يا اخوان، ده من الخلو. ودي وصية للراجل او للمرأة، للطالب او للطالبة، انه الانسان مثلا اذا حس انه مثلا بيحب واحدة او واحدة بتحب واحدة وكده، وحسوا بيناتهم في علاقة، طوالي تمشي البيت بتاع اهلها، تمشي بيت اهلها طوالي، دق الباب يا ناس انا داير بيتكم دي، اعقد وبعد ذاك يتونس، والوسائل الاجتماعية والوسائل الأسروية وكلها يتكلم، ما في حاجة بعد تعقد. لكن ما ممكن واحد زي ما واحد اسمه أبو البراء تابع للكيزان ده قال عادي ممكن تحب وتعمل الكلام ده، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم تسابق مع عائشة. ده كمان دار يعمل لنا مسابقة هو. النبي صلى الله عليه وسلم عاقد على عائشة رضي الله عنها مرته، فهمت؟ لكن انت تجري مع طابيطة بطرس ومين، فهمت؟ هل ده انت عاقد عليه؟ ما الناس بيلعبوا بالدين يا اخوان، ده لعب بالدين والاسلام. فما بيجوز، ده كله من الخلوة. والانسان يا اخواننا يبعد من طرق الشيطان. يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ما في شيطان بيقول لك يا زول قوم انا حزني، ما بقول لك كده. شيطان بزي الليل يقول لك ماله يا اخي، فيها شنو الاناتومي دي؟ لا يا مادي صعبه اشرح لها، فهمت؟ انت بتتورط، ما تقعد تباري الشيطان يا زول. الراجل يمشي يشوف الرجال اللي معاه يشرحوا له، المرأة تشوف النسوان. وفي كل مميزين والحمد لله فاهمين وكده. في النهاية زالوا الدكتور، امشوا مجموعة من البنات مثلا ما فاهم تسوق اخواتها، يمشوا يعني يمشوا يشرح لهم، وما في ما يكون في خلوة ولا غير ولا غير. فالمسائل دي يا اخواننا من المسائل الخطيرة، بتجر الانسان، ودي بعدين بتضرك في قرايتك، والله تضرك في قرايتك. ما ممكن انت تعجب مثلا بواحدة، الموضوع ده يورطك، ثاني قرايه ما تقدر تقرا. الله يقول لك بالصباحيه ما لقيتها اللاب ده ما اقدر اخش، يقول لك اليوم دي كسر لنا عده اللاب كلها، ما لك يا زول يقول لك راسي مقطوع، راسه مقطوع يعني البيت ديك مثلا ما جات او كذا. فده يا اخواننا كله من فعل الشياطين. فانت ابعد بعيد، والسلام اولى لك، سلام اولى لك، ابعد وخليك زول دغري، وما تخاف من حاجه، لا تخاف من فقر لا من غيره. إذا الإنسان يا أخواننا جد في هذا الموضوع ده، ما بعرض القراية، ما بعرض القراية، استعين بالله سبحانه وتعالى، وربنا بيوفقك ويعينك.